بيكم في قناتنا. بناء على طلب احدى المتابعين بعتت لنا صورة الموديل ديت على صفحة ام اند اس، وطلبت مننا ان احنا ننفذ الموديل ديت، فالنهاردة هننفذه مع بعض. عايزة اقول بس ان طول ما انت بتشتغلي هتلاقي ان الشغل بتاعك معرج ومكشكش كده، ما تقلقيش خالص، ده هيتظبط في الاخر. بقول لكم طريقة في اخر سطر بيظبط لك شغلك وبيخليه مفرود. كملي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي الطريقه دي. وزي ما انتم شايفين هي اهي مفروده، حتى لو فيها كشكشه فهي كشكشه بسيطه جدا ناتجه عن فروقات مقاسات الخرز. يعني احنا بنستخدم 3 مقاسات من الخرز، وده احنا هنقوله في الحاجات اللي هنستخدمها مع بعض. الشنطة خفيفة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش اكتر من ساعة شغل او ساعتين بالكتير. هي مقاسها صغير، انا عملتها نفس المقاس اللي اتبعت لي من الصورة، بالعكس انا زودت عليه غرزة رباعية زيادة. يعني المقاس اللي في الصورة او الصورة المنتشرة بتاعته عبارة عن 12 غرزة رباعية في البداية، انا ابتديت خليتهم 13 غرزة، زودت عليهم غرزة زيادة. طبعا لو انت حابة تزودي المقاس مفيش مشكلة، هتزودي غرز الرباعية بتاعت البداية وتكملي بنفس الطريقة مفيش مشكلة. اتمنى ان الشرح يكون سهل وواضح ان شاء الله، وياريت اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك وفعلوا زر الجرس. وحب كمان اقول لكم المقاسات عشان تبقي عارفة مقاس الشنطة بتاعتك. الشنطة اهي دي من هنا من اول خرزة لاخر خرزة في القاعدة 21 سنتي، والطول بتاعها حوالي 13 سنتي، يعني لو جينا من هنا هنلاقيها اسفة 12 سنتي. الاتساع او العرض بتاعها عبارة عن 3 سنتي، والجناب هتلاقيها مختلفة لان احنا عندنا 3 تدرجات في المقاسات، فهي هتلاقيها بادية من 3 ومنتهية عند 2 سنتي. هحاول كل مرة ان انا اقولك مقاسات وابعاد كل شنطة عشان تبقي عارفة اذا كان المقاس ده بالنسبة لك هيبقى مناسب او عايزة تكبريه او عايزة تصغريه. ويلا بينا نبتدي مع بعض. عشان نعمل الموديل بتاعنا النهاردة محتاجين يكون معانا 3 مقاسات من الخرز، سواء هتستخدمي لولي او اي نوع من الخرز. انا معايا النهاردة مقاس 12 ومقاس 10 ومقاس 8، وخيط هستخدم معاه خيط صنارة مقاس 60 والمقص بتاعنا. ويلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنبتدي ازاي. اول حاجة هقص الخيط بتاعي وهاخد الخرز مقاس 10 وهبتدي اعمل غرزة رباعية بالشكل ديت. هاخد 4 خرزات واقفل بالطرف التاني كده، اكون عملت اول غرزة رباعية، وبعدين هكمل غرزة رباعية تاني، هحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهقفل بخرزة في النص. ادي تاني غرزة رباعي. انا هكمل على دولت 10، احنا المفروض الاجمالي بتاعنا 13 غرزة رباعية زي دول، انا هكمل 10 وارجع اوريكم فكده يبقوا 12، يعني انا عاملة 2 هكمل عليهم 10 تانيين فيبقوا 12، وارجع معاكم نشتغل الغرزة 13 مع بعض. كده انا خلصت ال 12 غرزة رباعية بتوعي. الغرزة ال 13 هحط ال3 خرزات كلهم في طرف واحد واقفل بالطرف التاني عشان عايزة ابتدي سطر جديد. هلاقي ان الشغل بتاعي بقى كده والخيط بقى طالع من فوق. تمام كده احنا خلصنا خلاص لحد دلوقتي. هنركن الخرز المقاس 12، مش محتاجينه دلوقتي تاني.
هنحتاجه في الاخر خالص، هنركنه ونجيب مقاس 10. هنبتدي نشتغل بمقاس 10. هناخد الطرف الشمال بتاعنا، هنحط فيه 3 خرزات، هنعمل غرزة رباعية. احنا معانا خارج من طرف الخيط، من طرفين الخيط خارجين من خرزة، يبقى احنا عايزين محتاجين 3 خرزات، هنحطهم في الطرف الشمال وهنقفل بالطرف اليمين. وبكده معانا اول غرزة رباعية من المقاس الجديد اللي هو 10. هندخل الطرف اليمين في الخرزة النايمة على السطر من تحت. كده احنا معانا خرزتين خارجين من طرفين الخيط. عشان نكمل الغرزة الرباعية بتاعتنا محتاجين نحط في الطرف الشمال خرزتين ونقفل بالطرف اليمين. هنحط الخرزتين في الطرف الشمال ونقفل الطرف اليمين بالشكل دايت. عملنا تاني غرزة رباعية في السطر، وندخل الخيط بتاعنا الطرف اليمين في الخرزة النايمة على السطر من تحت. هنكمل بالشكل ده لحد اخر السطر، لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل الاخيرة ونشوف هنعمل ايه. يعني هنحط في الطرف الشمال خرزتين ونقفل بالطرف اليمين وندخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور في السطر، وهكذا لحد ما نوصل للاخر اهو بالشكل ده. هنا وصلنا لاخر غرزة، هندخل الطرف اليمين بتاعنا في الخرزة اللي عليها الدور على السطر ونقلب الشغل بتاعنا ونحط خرزتين في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين. وبكده نكون خلصنا السطر الثاني اللي اتعمل من خرز مقاس 10، وابتدينا سطر جديد او حضرنا الخيط بتاعنا عشان نبتدي بيه سطر جديد. السطر الجديد الثاني هيبقى برضو خرز مقاس 10، هنحط في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين وندخل الطرف اليمين في الخرزة النايمة على السطر، وهنكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقة. هنا هنحط خرزتين في الطرف الشمال وهنقفل بالطرف اليمين، وهنكمل كده لحد اخر السطر. كده احنا وصلنا لاخر غرزة في السطر الثالث بتاعنا. هنقلب شغلنا ونحط في طرف الخيط الشمال خرزتين ونقفل بالطرف اليمين، وبكده نكون ابتدينا سطر جديد. ما تقلقيش لو هي مكشكشة شوية ولسه هتكشكش، هنا هتكشكش تاني، لان احنا كل ما بنقلل مقاس الخرز بتكش او بتعمل تمويجات كده وتعليجات، فما تقلقيش كل ده هيتظبط في الاخر. هقولك تظبطيه ازاي. بعد ما خلصنا السطر الثاني هنعمل السطر الثالث برضو بخرز مقاس 10. هنحط في الطرف الشمال 3 خرزات ونقفل بالطرف اليمين. وهنكمل خرزتين في الطرف الشمال ونقفل باليمين، والطرف اليمين هنحطه في الخرزة اللي عليها الدورة على السطر من تحت، وهنكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. وصلنا هنا لاخر غرزة، هحط الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور واقلب شغلي، وفي الطرف الشمال هحط خرزتين واقفل بالطرف اليمين. وبكده اكون خلصت السطر اللي يعتبر الثالث من اللي انا اشتغلته، من الخرز اللي انا اشتغلته بمقاس 10. وكده هركن الخرز
ده وهبتدي ادخل على مقاس 8 وهبتدي اعمل برضو سطور من مقاس 8 هحط في الطرف الشمال 3 خرزات وهقفل بالطرف اليمين والطرف اليمين هدخله في الخرزة اللي عليها صدور من تحت وبعدين هحط خرزتين في الطرف الشمال وهقفل الطرف اليمين وادخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور وهكمل لحد اخر السطر. هنا خلاص انا وصلت لاخر السطر. هقلب الشغل بتاعي واحط خرزتين في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين وكده انا خلصت السطر الاولاني من مقاس 8. هبتدي السطر الثاني بان انا احط 3 خرزات في الطرف الشمال وهكمل عادي جدا وهشتغل سطرين تانيين. يعني انا هشتغل السطر اللي انا بشتغل اللي شغاله فيه دلوقتي وفوقيه كمان سطر تاني مقاس 8. يعني زي ما اشتغلت هنا 3 سطور من المقاس 10 هشتغل 3 سطور من المقاس 8. كده احنا خلصنا كمان 3 سطور المقاس 8. هنبتدي هنا نعمل السطر الاخير والسطر الاخير ده هيكون عبارة عن مقاسين مقاس 8 ومعاه مقاس 12. ممكن لو مش عايز تستخدمي مقاس 12 تستخدمي مقاس 10 مفيش مشكلة. هنبتدي المفروض ان احنا هنا طرفين الخيط خارجين من خرزة واحدة واحنا بنشتغل غرزة رباعية فاحنا كده عايزين 3 خرزات. الثلاث خرزات اللي هنحطهم هنحط واحدة مقاس 8 وواحدة مقاس 12 لو عايزها 10 مفيش مشكلة وواحدة مقاس 8. ادي الثلاث خرزات بتوعنا حطناهم في الطرف الشمال وقفلنا بالطرف اليمين ودخلنا الطرف اليمين في الخرزة اللي على السطر من تحت. بعدين هنحط في الطرف الشمال خرزتين مقاس 8 ونقفل باليمين وندخل اليمين في اللي عليها الدور خرزتين مقاس 8 في الشمال نقفل باليمين وندخل الطرف اليمين في الخرزة النايمة على السطر من تحت وبعدين خرزة مقاس 12 وخرزة مقاس 8 في الطرف الشمال ونقفل وندخل الطرف اليمين وبعدين في الطرف الشمال هنحط خرزتين مقاس 8 نقفل باليمين وندخل اليمين في الخرزة اللي على السطر من تحت وبعدين خرزتين مقاس 8 في الطرف الشمال نقفل باليمين. يبقى الترتيب بتاعنا ان احنا اشتغلنا اول سطر الغرزة اللي فيها مقاس 12 وبعدين غرزتين مقاس 8 وبعدين الغرزة اللي فيها مقاس 12 غرزتين مقاس 8. اللي جاية دي هتبقى الغرزة اللي فيها مقاس 12 بنحط واحدة مقاس 12 وواحدة مقاس 8. اللي بعدها هتبقى 2 غرزتين مقاس 8 ادي خرزتين في الشمال نقفل باليمين وبعدين خرزتين تاني مقاس 8. متقلقيش من التعليق دي او التكسيرات دي كل ده هيتظبط دلوقتي. 2 مقاس 8 ونقفل
وبعدين واحدة مقاس 12، واحدة مقاس 8، اتنين مقاس 8، وبعدين اتنين مقاس 8، ودي اخر غرزة في السطر بتاعنا. هناخد واحدة مقاس 12 وواحدة مقاس 8. انا ما قلبتش الشغل لانها مش فارق، انا خلاص انا هفنش الخيط بتاعي بعد ما اقفل السطر ديت. هفنش الخيط بتاعي، هفنش الخيط ونرجع له. تمام، فنشت الشغل بتاعي، ما تقلقوش كل التعليقات دي هتروح دلوقتي. هنبتدي نقفل، هناخد خيط جديد، هنقص خيط جديد وهندخل بيه في الخرزة الكبيرة دي. هندخل بالطرف بتاعه اهو، دخلنا بالطرف، وبعدين هنقفل طرفين الخيط على بعض، وهو يعني قفلنا على الخيط من بره اهو. احنا دخلنا طرف الخيط اهو، ده طرف وده طرف، وهنقفل هنضم الطرفين على بعض ونساويهم بالشكل ده. وبعدين هناخد الطرفين بتوع الخيط ونمشي بيهم جوه باقي الخرز اللي على السطر. هما المقفولين، هما المجوزين كده اهو بالشكل ده. انا بدخل طرفين الخيط في الخرزة اللي ورا واللي ورا واللي ورا. هتقولي طب ما هو الخيط باين، ما تقلقيش كل ده عادي جدا. وبعدين هنكمل لحد اخر السطر. انا ماشيه بطرفين الخيط اهو، الطرف اليمين مع الطرف الشمال اهو، بدخله في الخرز بتاع السطر الاخير اللي انا عملته، اللي هو فيه المقاسين، مقاس 8 ومقاس 12 اهو. انا ماشيه بطرفين الخيط مع بعض بدخلهم كأني بدكك الخيط في الخرز بتاعي اهو. بكمل شايفين انا وبعدي على كل الخرز اللي انا اشتغلته في السطر الاخير. اهم حاجة بس ان انا امشي بالخيط وهو مجوز بالطرفين بتوع الخيط اهو. دي اخر واحدة طلعت منها طرفين الخيط. وبعدين هشت، لما بشت بتني لجوه فبلاقي كل التعريجات والكشكشة راحت اهو كده، وبقى شكل مستوي. مجرد ما بشد الخيط بتاعي بالشكل ده بيتظبط. طبعا لما تتقفل الجوانب هيتظبط اكتر. هاخد طرفين الخيط وعمل عقدة بالشكل ده واشد عشان أأمن القفلة اللي انا قفلتها او الشدة اللي انا شدتها دي. ممكن اعمل عقدة تاني عشان اامن الشدة اللي انا شدتها للجزء ده عشان يبقى الكيرف بتاعي. وبعدين بعد ما خلصت العقدة بتاعتي هاخد طرف واحد ارجع بيه في نفس الخرزة الكبيرة دي عشان اولا اخفي العقدة، تاني حاجة انا عايزة اطلع طرفين الخيط من هنا. فانا هاخد
بعد ما نعيد تاني طرفين الخيط. انا طلعوا عندي من الخرزة الاخيرة، عملت عقدة علشان أأمن القفلة بتاعتي دي أو الشدة اللي أنا شدتها زمتها كده. وبعدين هاخد أي طرف من أطراف الخيط دي أرجع بيها في نفس الخرزة الكبيرة تاني، هخرجها من الخرزة الكبيرة بمعنى أصح. أهي خرجت، شايفين بقى في واحدة خارجة من الخرزة الكبيرة وطرف التاني خلاص بقى براها. هاخد الطرف اللي أنا خرجت منها اللي هو الطرف ده، همشيه في الخرز، انا عايزاه يقابل الخيط ده فهمشيه في الخرزة دي والخرزة دي. طبعا انا ايه غلطت وعملت عقدة، بس نخلي بالنا عشان كويس ان الخيط عدى منها. وفي الخرزة التالتة دي علشان اقابل الخيط الطرف التاني من الخيط، المرة دي هعمل عقدة تاني وبعدين هاخد اي طرف من اطراف الخيط ادخله تاني في الخرزة الكبيرة دي بالشكل ده. فكده بقى عندي طرفين الخيط خارجين من الخرزة الكبيرة، بس واحد خارج من الناحية دي وواحد خارج من الناحية دي. هضم الطرفين على بعض وابتدي اعمل الايد بتاعتي، هجوز الخيط بتاعي تاني وهرجع للخرز مقاس 12. لو انتي هنا استخدمتي 8 في اخر سطر استخدمتي 8 و10 هتعملي الايد بتاعتك بمقاس 10، انا عشان استخدمت 8 و12 فهعمل الايد بتاعتي بمقاس 12. هنا بعد ما جوزت الخيط بتاعي خدته مكوز اهو، الطرف اليمين طالع من الخرزة دي والطرف الشمال طالع من نفس الخرزة، هحط الطرفين قدام بعض وابتدي ادخل خرز كبير مقاس 12، هدخل بطول الايد اللي انا حباها هدخل في الطرفين بتوع الخيط خرز مقاس 12. انا عشان قفلت السطر الاخير بتاعي بالمقاس ده، لو انت قفلتيه بمقاس 10 هتستخدمي مقاس 10. طيب هنا انا كملت حطيت عدد الخرز اللي انا شايفاه مناسب لطول الايد بتاعتي، انا حطيت 33 خرزة. وبعدين هلف كده وهفتح الخيط بتاعي خلاص، وهاخد الطرف ده ادخله في الخرزة الكبيرة اللي على الحرف الناحية الثانية بقى، والطرف ده ممكن اعمل عقدة اهو، اعمل عقدة بقى جامدة عشان دي خلاص كده الايد، واخد الخيط بتاعي ادخله تاني في الخرزة عشان اداري العقدة بتاعتي بالشكل ده، وامشي جوه الخرز التاني ديت عشان اامن بس الايد مش اكتر اهو، وهعمل عقدة تاني بالشكل ده واخفي العقدة بتاعتي. واقص الخيط الزيادة بتاعي وبكده اكون عملت الجزء الاولاني اهو. هعمل جزء تاني بنفس التفاصيل ونفس المقاسات ونفس عدد السطور ونفس طول الايد، وبعدين هنبتدي نشبكهم او نفنشهم مع بعض. انا كنت مجهزة اهو الجزء التاني، نحط الجزئين على بعض وناخد الخيط بتاعنا
عشان نقفل الجوانب والقاعدة بتاعتي. هبتدي من فوق من الجزء الفوقاني زي ما موجود عندي في السطر. انا هحط الخرزة بتاعتي، يعني هنا السطر ده مقاس 8، فانا الاول هدخل الخيط بتاعي، طرف الخيط اليمين هدخله في اول خرزة من الشنطة، وهحط خرزة مقاس 8 في الطرف الشمال، وادخل الطرف الشمال في الخرزة اللي مقابلة اللي انا دخلت فيها الطرف اليمين في الجزء الثاني او الفردة الثانية من الشنطة، واشد كده. وبعدين السطر اللي بعده ايه؟ مقاس 8، هاخد خرزة مقاس 8 احطها في اي طرف من اطراف الخيط، وهقفل بيه الطرف الثاني واشد. وبعدين هاخد الطرف اليمين هدخله في الخرزة اللي على الجنب ده اللي عليها الدور، والطرف الشمال في الجنب التاني في الخرزة اللي عليها الدور، وابص اللي بعدها مقاس 8، هاخد خرزة مقاس 8 احطها في اي طرف واقفل الطرف التاني واشد. هنلاقي ان الجوانب ابتدت تتجمع معايا. هدخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور، ونفس الحكاية، خلينا فاتحين كده عشان تبقى باينة لكم، ونفس الحكاية الطرف الشمال. وبعدين اللي بعده مقاس 8، هاخد خرزة مقاس 8 احطها في اي طرف واقفل بالطرف التاني، وبعدين ادخل الطرف اليمين في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف الشمال في الخرزة اللي عليها الدور. هاخد خرزة مقاس 8 تاني احطها في اي طرف من اطراف الخيط واقفل، وبعدين ادخل بقى الخيط بتاعي في الخرزة الكبيرة دي. دي مقاس 12، اسفة مقاس 10، واللي بعدها هنا مقاس 10، يبقى انا هحتاج ان انا اقفل بمقاس 10. هاخد خرزة مقاس 10 في اي طرف من اطراف الخيط واقفل بالطرف التاني اشد. بعدين ندخل في عليها الدور في كل جنب، وبعدين خرزة تانية مقاس 10 في اي طرف، نقفل نشد ندخل الخيط بتاعنا، وبعدين محتاجين خرزة مقاس 10 تاني، نقفل، وبعدين هندخل الخيط بتاعنا في مقاس 12. وكده محتاجين خرزة مقاس 12 نحطها هنا ونقفل، ونبتدي نشتغل. احنا خلصنا الجنب، نبتدي نشتغل القاعدة. القاعدة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين، هدخل طرف الخيط بتاعي في الخرزة دي، وطرف الخيط بتاعي في الخرزة اللي على الجنب التاني اللي عليها الدور. القاعدة دي كلها بمقاس 12، هحط خرز مقاس 12 اهو زي ما انتوا شايفين. هدخل الخيط بتاعي في الخرز النايم على السطر اللي عليه الدور، واكمل بمقاس 12. شايفين؟ هنكمل كده بمقاس 12 لحد ما نوصل لاخر السطر. احنا اهو خلصنا القاعدة دي ووصلنا للجنب التاني. هندخل الخيط بتاعنا في
الخرزتين اللي على الجناب اللي عليهم الدور، وبعدين هنا ايه مقاس 12 هنحط في اي طرف ونقفل بالطرف التاني اهو. وبعدين هنبتدي ندخل على المقاس 10 ونقفل. مش عارفه هي واضحه لكم اهي ولا لا. بنقفل الجنب التاني زي ما قفلنا الجنب الاولاني بالظبط. احنا خلصنا الجنب الاولاني وقفلنا القاعده، وبعدين ابتدينا ندخل على الجنب التاني. دي برده مقاس 10 تاني، اخر واحدة مقاس 10، وبعدين هندخل في مقاس 8 زي ما عملنا. احنا عملنا 3 سطور اصلا مقاس 8 و3 سطور مقاس 10 وسطر واحد مقاس 12، فهنقفل بالتالي بخرزة واحدة مقاس 12 على الجناب مش تحت، تحت كله مقاس 12 و3 خرزات مقاس 10 وثلاث خرزات او 4 خرزات عشان في سطر اضافي احنا عملناه مقاس 8. هذه اهي 1 مقاس 8 وادي 2 دي هتبقى برضو مقاس 8. احنا خلاص خلصنا مقاسات 12 و10 ودخلنا في المقاس 8. ادي التالتة احنا كده بنقفل الجنب الاخير، وادي اخر واحدة اهي اللي هي اللي كان فيها الخرزة الكبيرة. برضو بمقاس 8 وادي الجنب خلص والقاعدة والجنب ده، وادي الايد بتاعتنا، وهتلاقي الشنطة فردت اهي. طبعا هفنش الخيط بتاعي، وبكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا. اتمنى ان انا اكون قدرت اشرح لكم الطريقة بتاعتها وتكون وصلت لكم وسهلة، وتكونوا عرفتوا كل التركات اللي فيها. هي هي بالشكل ديت، واشوفكم في فيديو قريب باذن الله. اشوفكم على خير.